اللهم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، نسألك اللهم عزا وتمكينا ونصرا للمجاهدين في سبيلك. اللهم كن لهم ومعهم، اللهم انصرهم وقوهم، اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم وأصلح اللهم قلوبهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأضعف شوكتهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إن نواصينا بيديك مزمورا ترجع إليك، وأحوالنا لا تخفى عليك، إليك يرفع بصرنا وحزننا وشكايتنا إليك اللهم، إليك اللهم نتوب للمظالمين وقسوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين. اللهم إليك نشكو ظلم النصارى الحاقدين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، وامتد عداء الملحدين وعينت رؤوس المجرمين. اللهم اللهم فسلط لهم وعليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا. اللهم اللهم عليك بباطن الظلم والإلحاد، اللهم عليك بباطن الظلم والإلحاد، اللهم عليك بأمريكا باطن الكفر والفساد. اللهم عليك بأمريكا باطن الكفر والفساد، اللهم أنت بهم عليم، أفسدوا في أرضك وقتلوا عبادك وأخانوا دينك. اللهم أنت بهم عليم وعليهم قدير، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم فرق دولتهم، اللهم اجعلها دولا وأحزابا متناحرة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم في قبضة عبادك، اللهم اجعلهم في قبضة عبادك، اللهم ثبت الأعاصير عندهم، اللهم ثبت أعاصيرك عندهم. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرهم، اللهم شد أجرهم، اللهم ثبتهم على إيمانهم، اللهم اجعل التمكين لهم
اللهم عليك بمن يعذبونهم، اللهم عليك بمن يعذبونهم، اللهم عليك بمن يعذبونهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل تدبير أعدائنا تدميرا لهم ومكرهم مكرا بهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا قريب مجيب. إننا ندعوك ونحن موقنون بوعدك وبإجابتك، فقلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم استجب لنا، اللهم اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض، نسألك أن تنقذ الأقصى من قبضة اليهود. اللهم أنقذ الأقصى من قبضة اليهود، اللهم خلصه من كل كافر جحود. اللهم قر عيوننا به وبهزيمة اليهود الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وقضاك، اللهم يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقرا ومستودع، اللهم يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة، نسألك عزا للإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ العلماء العاملين، اللهم احفظ العلماء العاملين، وثبت الدعاة المخلصين، وارفع مقام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن والاهم من المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من سخر نفسه لإيذائهم والكلام في أعراضهم وتتبع زناتهم ولم ترد له هداية، اللهم اجعل الشقاء لزيمة، اللهم اجعل الشقاء لزيمة والبلاء في طريقه، اللهم اقلب صحته سقما وعافيته مرضا وغناه فقرا وقوته ضعفا.